لكل شارع حياة عاشها تميزه عن الشوارع الأخرى بنكهة خاصة وتاريخ يروي حكايات العقود التي مر بها، وينشد للناس أغاني الأجيال الماضية. إنه شارع النهر. حتى نهاية الثمانينات كان الشارع يمتد مترفا بمحلاته ورواده بين جسري الأحرار والشهداء من جهة الرصافة، وكان محظوظا للامتداد الذي يوازي معلمين من معالم بغداد هما شارع الرشيد شرقا ونهر دجلة غربا، ومتباهيا بأريج التاريخ الطالع من زواياه. فشارع النهر كان المكان الذي يمكن أن ترى فيه جمال المرأة العراقية وأناقتها وطبيعة ذوقها، فهو أكبر سوق في العراق للملابس والإكسسوارات والحلي والمصوغات والأقمشة والعطور. والله شارع النهر من 65 كان يعني منعوت صدق شارع النهر، يسموه شارع العرايس. اي يعني البدايه مالته من راس الجسر، اي والنهايه مالته يم الاورزدي. اي منا اول مطوب يبيعون تحفيات مثل فضه، يبيعون يعني انواع الصياغات يبيعوها، محابس، سوارات، اي عندك اشياء تحفيات. اي وتدخل يبيعون قماش كل مال عرايس، يبيعون أقمشة نسائية رجالية، وهذا سوق دانيال كله بدلات، وهذا سوق الجمرق كله ساعات، حوالي 30 ساعة ب30 ساعة، ويبيعون عبي، ويبيعون عبي من هاي المذهبة، ويروفون يعني ويبيعون زوالي، يعني سوق يعني صدق، يعني صدق سوق، بحيث كانوا يوقفون شرطة حتى لا يصير بوب ولا يتحرشون بأعراب العالم، كانوا يوقفون شرطة. إيه بعدين الأمورات أشو تغيرت، والسوق الصياغ شارع النهر يبيعون ذهب. أشو رأساً تغيرت، قامت العالم، قامت ذولا اللي يبيعون قاموا يبيعون تكاكين هم يطلعون. إيه هسه صفوا يبيعون بس عبي قلبيات، الساعة كية كلهم هم نبيهم باعوا تكاكين هم وطلعوا. بقيت بس أني اسمي سيد قمر لعرجي. إيه بقيت بس أني بالسوق، لأن هاي مصلحتي مال جدي وأبويا وإحنا. أشو الأشياء القديمية كلها وخروها، كلها أشياء حديثة. إيه ذولا يعني قلت لك الساعة كية كلهم راحوا، ذولا اللي يبيعون أشياء رجالية عقور، يبيعون عبي، أشو هم عافوها وطلعوا. إيه هسه إجوا غير أجيال، يبيعون جنط، يعني منعوت، يعني سوق ممتاز محترم. إيه أشو هم غيروا بإيديهم، غيروا لما يبيعون تكاكينهم يعطوهم اسعار زينه، ويبيعون تكاكينهم بسرقفليه. كانت بالاول السرقفليه بسيطه، الايجار بسيط، هسه الشيء صار كله غالي. قاموا يبيعوه ويطلعون، يجون يبيعون قلبيات نسائيه. يضم السوق مجموعه من الخانات القديمه،
ومفردة خان هي أماكن مبيت المسافرين قبل ظهور الفنادق، وأغلبها تعود إلى العصر العثماني، ومنها خان دلة وخان الباتشي وخان الإخضيري وخان النملة وخان النبقة، وقد حولت جميعها إلى محلة تجارية لبيع الملابس. وفي شارع النهر مساجد عدة على طول الشارع، أبرزها جامع الباتشي الذي بني في ثلاثينيات القرن الماضي، وجامع التكية الخالدية، وجامع العادلية الكبير المجاور للبنك المركزي العراقي، وجامع الخفافين، وهو من أقدم الجوامع في بغداد، حيث يعود تاريخه لنهاية العصر العباسي. كان الشارع يسمى شارع العرائس أيضا، لأن العروس تجهز من هنا كاملة، ملابس ومجوهرات ومستلزمات العرس. وبعد سوق الملابس يأتي سوق دانيال، وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى أول من باع به، وهو يهودي عراقي يدعى دانيال، وهذا السوق متخصص ببيع لوازم الخياطة كافة، وإلى جانبه سوق لبيع الأقمشة النسائية والرجالية. وعن تسمية شارع النهر بالنهر جاءت من محاذاته لنهر دجلة. أول ما تدخل هنا هذا يسموه الجمرك، كانوا بالأول السفن توقف على الشط، يجيبون يعني بعض الأشياء، إيه هذا يسموه سوق الجمرك. ولي غادي يسموه هذا شارع، هو يسموه كله شارع النهر بس مقسم، إيه سوق دانيال، سوق العرايس، إيه واحد اسمه حج عزيز من بيت الشيباني، هذا ساعة قلت لك كلهم حافظهم أني، بس ساعة الساعة شوية اللي صبر، حج عزيز من بيت الشيباني الله يرحمه، محمد ظاهر، أي هذا هم من ساعة ذولا ساعتية، أي خليل الساعتي، عبد الأمير أبو ساعات فلكة وأولما، أي حج إبراهيم صباح، باقر الساعتي الله يرحمه، باقر السامرائي، باقر السامرائي، أي عندك عبد الحسين، شيخ عبد الحسين، أي ذولا هذا، وبعد أي هواية سيد محسن العرجي. وهي المدرسة المستنصرية كان بها خان، كان بها خان، إيه فلشوا للخان أخذوه للمدرسة، إيه أكو خان الزرور، خان كبة، إيه خانات كلها خانات مات الأول، منو بحالها عندك فلوس اشتري خان، إيه كلهم قاعدين كلها سووه كلها تكاكي، إذا حتى لو أشوفهم ما أعرف، كانوا بالأول كلهم أعرف. يبيعون ذهب، يبيعون صحفيات، هو مشهور، قلت لك من راس جسر الشهداء الى النهايه مات الاورزدي، إيه هذا كله يعني جماعه يعني من يطبون اذا عرس او غير عرس، اذا مي يشتري مي يطلع. هسه الامورات كلها تغيرت، كلها تغيرت، واحنا همنا عنا على الله قاعدين نلهي وقتنا. مسألة يعني هاي التكاكين أو مثلا هاي الأسواق ما تتغير عن هاي الترتيبة، يعني يفلشون ويبنون لا تبقى، يمكن شو بعد شو يمكن تبقى بعد سنين تبقى، والأوادم ذولاك الراحة والقدامة، إيه هم تمام بعد ما يجون من عدهم، بس مؤدبين بوقتها يعني مؤدبين زينين. أما أنا يعني متصل وياهم يعني أسوي لهم شغل معاملة قاعدة، يعني ما شفت منهم قهر، أنا مرتاح لهم. بس جيل هسه، جيل هسه كل واحد مسوي روحه ملك، إيه شو تاخذ على فكرته، تاخذ على فكرته، يعني ذولاك القدامى في مال عني، ذولاك القدامى تقدر تتصل وياهم تقعد وياهم إذا عندك فد مسألة، إذا عندك مثلا يعني فد يعني قهر أو يعني فهذا تقدر تحاكيهم. جيل هسه لا.
ما غروهم بالفلوس. إذا صار مثل المحل ياخذوا سرقوا فليته مثل 5000، سرقوا فليته 5000 وبقت همنة كبيرة لو ب10000، إذا صارت بالملايين سرقوا فليته ب50 مليون ب30 مليون. أما باعوا وتندموا، باعوا وتندموا. هذا إيجار يعني سرقوا فليته واحد بس الإيجار همنه واحد. إي هم بوقتها مو من شايفين فلوس، بالفلوس اطمعوا. كان شويه يعني مو فشي. اي بعدين اجى واحد سواه كل دكان اخذ من عندنا 5000، هاي قبل 20 سنه. اي همنا هو سيد. اي اخذ من عندنا كل محل 5000 ورتبه للسوق، لو بعده كان صار كله خرابه. اي يعني يطورون بي وشو همنا قاعد تشوف قدامك. كل شيء في هذا الشارع يمد لك يدا من ماض مترف، محال تجارية، قصص العرائس ترويها المحكمة التي أبرمت عقود الزواج، الصاغة، الروافون، صانعو الأحذية والملابس والحقائب. الكثير منه غادرنا إلى سجل الذكريات، فما أجمل ذلك الماضي. إلى أن الحروب والحصارات منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى يومنا هذا بدأت تأخذ من طراوة ومخملية هذا الشارع شيئا فشيئا، حتى بدا شبه مهجور لا تدل على صورته الماضية سوى بعض الأماكن التي تحفظ للشارع هيبته، لكنها لا تسعفه لاستعادة ماضيه بعد أن تقاسمت إرثه مجموعة شوارع وأسواق في جانبي بغداد، الكرخ والرصافة، من دون أن تباريه بصورته السابقة أو مكانته.